الكويت اليوم. ومن الآخر من الآخر من الآخر 90 دقيقة نحو اللقب. كل ما حدث في 24 أسبوع. حلوة العطيف تمرير لكن فيها تغطية. سيروتي عرضية داخل منطقة الجزاء. أن يكون هو البطل فيها. هذه ركرية تلعب للقائم الأول. تدخل الدفاع وفرصة وكرة لكنها عدت. تصل بعد ذلك في أصافي رب. وبعد ذلك إلى وجود خطأ لأسامة حوساوي. نجم المنتخب السعودي أيضا هذه الكرة اللي في اللقطة الماضية أمام سعيد المولد. ركنية للنادي الأهلي تنفذ عرضية فرصة بالرأس لكن عامر حمزي محاصر تغطية تدخل تعود إلى أشرف مرة أخرى لمصعد البريك عن جهة اليمنى وهذا سيروتي أشرف للجهة اليمنى سيروتي يلعبها ميلوسي على أعتاب المرمى. القائم يقف واقفا يقف مع الأهلي يقف مع الأهلي في هذه اللقطة. مسافة بعيدة على سوما سؤال معريض سوما يلعب كرة قوية بلمسة بكرة بتسديدة يا إلهي عالجهة اليمنى يحاول منصور في التغطية صراع بين الاثنين مر البريك مر البريك مر البريك يلعب كرة وفرصة وعدت واحدة واحدة واعطيني الكرة اعطيني الكرة ويلعب يا كابتن الكرة هلالية طويلة ريفوز يلعبها كرة اعتاب المرمى وينك يا ريفاز هذا ريفاز وينك يا عويس يا لها من قفة هلال حاصر الاهلي الان سيروتي يحاول مرور بالكعب اللمسة لمصعد ياسر الشهراني عرضية داخل المنطقة وفرصة باتجاه ريفاز تغطية كرة دوري 11 هدف هذه كرة محاولة اهلاوية خطيرة وتسديدة قوية ولكن عدت وحط الفضائي اسيست حلو بالراس تيسير في منتهى القوة والروعة من مينيغال يخطفها عطيف يلعبها لمصعتي الان هلالية محاولة مرور وتدخل انذار نعم اول انذار على معتز شوفها في العادة نعم على معتز الخطب والانذار على معتز هوساوي في هذه اللقطة النجم المغربي أشرف بن شرقي يلعب كرة قوية لكنها بعيدة جدا وفي الأخير إلى ضربة مرمى آخر كرة في الشوط الأول البريك يلعبها لكنها بعيدة ومعها صافرة سفين وتفارموين تنهي الشوط الأول لا زال التعادل ولا زالت أصفار ولا زلنا انتظار كيف ستكون وضعية الليلة الكبيرة في كرة القدم السعودية الفريقين بدون أهداف على الرغم من كمية الفرص الكبيرة الخطيرة جدا اللي كانت القمة الكبيرة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بعيدة عن الكل وفي الأخير فتى عسيري يبحث عن عرضية داخل منطقة الجزاء والحمزي يصل الكرة نواف العابد هذه كرة حلوة هلاوية سعيد يلعبها فرصة لكنها مرت وكرة عند ليوناردو يلعب كرة تعادى بعض الشيء على الرغم من فقدان الهلال لعبد اللطيف كرة عرضية خطيرة دفاعية تدخل جميل فرصة خطيرة لمصعد عبد الفتاح عاد مر يلعب كرة للسومة داخل منطقة الجزاء داخل منطقة الجزاء خطيرة لمصعد الهلال أمام سعيد المولد بن شرقي يلعب عرضية خطيرة لا الأربعة سيكون هنالك لاعب ارتكاز كرة عرضية فرصة خطيرة ومرت بعد ذلك إلى فيتفا والبليه يبحث عن التمرير كرة على حدود منطقة الجزاء لعبد الفتاح قوية لكن بعيدة جدا بعيدة من جانب عبد الفتاح عسيري في الأخير إلى ضربة مرمى على فعل شيء على مستوى الهجوم خطيرة الكرة من جانب يزكي المر الدقيقتين الأخيرة يا جماعة كل متابعينا طويل الكرة للأمام تحضير من رأس فرصة وكرة في المكانة جحفري كرة طويلة للأمام بعيدة عن الكل سهلة عند الحبس الحارس الأمين دقيقة على نهاية المباراة والبحث عن هدف التقدم طويل الكرة رأسية فرصة ولكنها بعيدة من السعلي من عند البريك خطيرة داخل منطقة الجزاء وكرة عرضية تراجع الهلال في حالة الدفاع وبينية وتمريرة وكانو خطيرة على اليمين من السي داخل منطقة الجزاء فرصة بينية لخريبين قوية وكرة يا إلهي نجم الهلال أكثر من مرة لكن الدوري لا
لا على الهلال.